عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير بخير في احسن الاحوال. سمحوا لي بزاف هاد الايام كنحط لي فيديو وما كنهضر فيهم ما والو، حيت ما كنقدش مع كندير الترويض هاد الايام. اختكم سخفانه ما فيها ما يهضر، صافي كنتكافى غير بالكتبه. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم واحد الحاجه اللي زوينه بزاف، وهاد بحال دابا هاد القشور هادو كنشدهم كنلوحوهم وما راه فيهم افاده زوينه للبشره. المهم اليوم نحضر معكم ان شاء الله فيتامين سي للبشره ان شاء الله بحول الله، غير بجوج مكونات، وتقدروا نتوما تستعملوه بزاف الماسكات. نتوما توجدوا هذا تحطوه عندكم في الثلاجه، وفيما تبغوا ديروا شي ماسك ولا شي حاجه تقدروا تزيدوا عليهم المواد اللي تكون مفيده. عوض على تشريو فيتامين سي من على برا وتخلطوه بماسكات، لا ما هادشي طبيعي في الدار وكيصدق زوين. انا تشوفوا معايا الطريقه ان شاء الله ورغينا الاعجاب ديالكم. غندوزو ان شاء الله طريقه التحضير. غنشدو هاد الشعر ديال الليمون وغنقطعوهم بهاد الشكل هذا غير قشيرات، هنقطعهم ونرجع معاكم باش ما يجيكمش الفيديو طويل تاني. صافي البنات، انا درتو هنا قطعتو طريفات صغار، وغنضيف عليه واحد المكون اخر اللي غنشاركو معاكم، هي البطاطا. البطاطا مكون ديال البطاطا، عرفتوا البطاطا بالله فيها نشا ومفيده للبشره، تخلي التجاعيد ما يزادوش بزاف، ماشي كتحيد عاوتاني، ماشي نقولوا كيحيد هادشي، كيحيد التجاعيد مره، ولكن الا داومتوا الماسكات بحال هكا طبيعيه. غير واحد الحاجه البنات، الماسكات ما كيتوافقوش مع لي برودوي. بغيتي ديري الماسكات ديري الماسكات تبعيهم بوحدهم، بغيتي ديري البرودوي اتبعيهم بوحدهم باش تخلطي تولي دايره خيلوطه في وجهك. لا، وهاد الماسك هاد الكريم ديال فيتامين سي راه تقدري تخلطيه مع شحال من ماسك، تبعوهم وجربوهم ان شاء الله يكون خير. صافي انا قطعت البطاطا، صافي هنا غنقردها مع هاد القشور ديال الليمون. ما فيها بس القشور ديال الليمون كتلوحوهم وديروا عليهم حيدوهم ديروهم قردوهم بحال هكا وديروهم كريم، راه مفيد للبشره. انا تجربته وجاني مزيان، وانا نقول الله تنشاركو مع البنات. صافي هنا انا نزيد عليه الماء، غنضيف عليه جوج كيسان ديال الماء، حيت عندي انا جوج ليمونات هنايا. الا كانت عندكم غير ليمونه وحده، غير قشور ديال ليمونه وحده، ضيفوا ضيفوا غير كاس، كل ليمونه معها كاس. صافي ها هو دابا غنديرو فوق النار حتى يغلى ليا مزيان ونحس بداك الليمون طاب مزيان، ونكمل معاكم الوصفه. صافي هنايا انا شعلت النار وغنديره فوق النار حتى يغلى مزيان ونحس بيه دار الرطاب مزيان، تنحس بيه طاب. وعاد نرجع معاكم. صافي جوج مكونات لا غير البنات، ها هو طاب مزيان، شتو تتولي هاد الجلفة ساهلة كتكون طايبة. المهم نجيبو مولينيت باش نطحنو. أنا ناخد دابا مولينيكس نزل فيها الخليط ديالي، صافي أنا ننزلو هنا.
نطحنوه حتى يولي كريمي. صافي البنات هنا راه طحنته مزيان حتى ولات كريميه. نوريها لكم ها هي شتو كريم كريم. بالنسبه باش تطبقوها تقدروا ديروها مع ماسكات اللي كيفاتي مع النشا ماسك بعدا اللي زوين معاها. غنولي نشارك معكم ماسكات ماسكه الخليط هذا ومعلقه ديال النشا ومعلقه ديال ياغورت طبيعي تخلطوهم مزيان وتابليكيوهم على وجهكم والعنق ديالكم واي بلاصه بغيتوها تفتح اللون ديالها. وبالنسبه للوجه هذه من الاحسن تستعملوها كل نهار في المساء ديروها على وجهكم راه كتحاول تجمع شويه المسام وكتنقص من الحده ديال التجاعيد. ومن كديروا هذا الماسك هذا بقاو ديروا من وراها فاش تغسلوا وجهكم وتغسلوا وجهكم ديروا اي زيت عندكم زيت الكوكو ولا زيت زيت اللوز الحلو ولا شي كريم كتستعملوه نتوما باش كترطبوا وجهكم. صافي استعملوها كل نهار راه غتعطيكم نتيجه ان شاء الله. ديت هنا قرعه عقمتها غسلتها مزيان وعقمتها غنزل فيها هذا الخليط. هذا الخليط تقدروا تحتفظوا به حتى 10 ايام. انا درت كميه كبيره حيت ما غنستعملوش غير بوحديتي. ديروا في الثلاجه بغيتو تستعملوه غير بوحدو بوحديتو يمكن ليكم. بغيتو ديروه مع لي ماسك راه قلت لكم لي ماسك اللي تقدروا ديروا معاه اي ماسك كيواتي وجهكم نتومايا ديروه. مازال غنشارك معكم ان شاء الله ماسكات اخرين. هانتوما فاش تبغيو تطبقوه سمحوا لي البنات على صوتي راه عيان اختكم. بحال هكا طبقوه على وجه ديالكم وعلى يدياتكم حتى هما تقدروا تستعملوه. اي غنيكم على الشراء ديال فيتامين سي راه زوين 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 بزاف. راه جربته وقلت نشاركه معاكم. صافي كنت تطبقوه بحال هكا على الوجه ديالكم راه قلت لكم تستعملوه حتى على يدين ولا بغيتو ديروه على الوجه ديالكم ضروري البنات ديروا على عنقكم باش يوحد لكم اللون ديال البشره ماشي تديروا غير الوجه ديالكم وتخليو العنق غيبان لكم فرق كبير. اللهم راه غتشربوا هذا غتشربوا ان شاء الله البشره ديالكم ما يبقاش يبان بزاف. انا غير تشربوا وغنغسلها ونوريكم الفرق ديالها من بعد. صافي ها هي راه كرم ليا صافي كن
نحكو بحال هكا، شتي راك راه انا نغسلو ونرجع معاكم. هانتوما ها اللي مدرتش فيها هادي باش يبان ليكم الفرق. البنات هانا غسلتها وها اليد اللي مدرتش ليها الماسك، شو الفرق كيداير؟ الفرق باين بزاف. صافي هنا نشفها مزيان وندير لها كريم. نتوما تقدروا ديروا لها زيت، زيت اللوز ولا زيت الكوكو. صافي انا نشفها نشفتها دابا. ندير لها كريم صافي. انا نتهنى دابا في الكريم بحال هكا غديروا الوجه ديالكم ديما مورا الغدا باش تبغيو ترتاحوا. صافي كتكوني ساليتي الشقه وكلشي، تهني يدياتك ووجهك وحط وخليه يشرب هذاك الماسك مزيان حتى كينشف ودي غسليه. صافي هانت راه زوين زوين بزاف، جربته وعجبني ونقول الله تنشاركو مع البنات. يلا بصحتكم ونتمنى تجربوه وتقولوا لي في الكومنتات.